طيب، عشان زي ما قلت لكم انا ما بحبش اعلق على اي حالات تحكيميه. معانا عبر الهاتف الان الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم. يا كابتن جهاد مشرف ومنور، مساء الفل عليك. مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. اخبارك ايه؟ كله بخير؟ والله الحمد لله كله تمام. كيف رايت طاقم تحكيم مباراه اليوم، مباراه الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري؟ بص، هو اكشو الحكم اللي جابوني هو حكم صاعد واعد، يمكن مشارك بطاقمه ده اللي كان موجود النهارده في كاس السوبر في مباراه في كاس العالم تحت 17 سنه، من ضمن ثلاث اطقم تحكيميه من افريقيا في كاس العالم تحت 17 سنه الموجود في نوفمبر الجاي في اندونيسيا. بص له بصه كويسه في الاتحاد الافريقي، لكن النهارده بنتكلم على ماتش السوبر، ماتش بطوله، وبالتالي خبراته مش موجود، خبره الحكم في كماتش كبير في نهائي كبير زي الاهلي واتحاد العاصمه مش موجود. هنتكلم على بعض الغلطات التحكيميه ونتكلم على خطا تحكيمي مؤثر النهارده في المباراه. اتفضل. هنتكلم عليه باستفاضه كريم. احنا بنتكلم مثلا على الدقيقه 4 كان في مطالبه رضا سليم لاعب النادي الاهلي بركله الجزاء. طبعا ما فيش ركله جزاء، اولا كان في تسلل قبل اللعبه نفسها، صح؟ واللعبه نفسها كان فيها سيميوليشن من رضا نصري، يعني لو ما فيش تسلل يبقى في سيميوليشن من رضا سليم وبالتالي مفيش فرق كده. مفهومه دي، واضحه. في الدقيقه 7 هدف كهربا اللي تم الغائه عشان بس نوضح لجمهورنا، حارس المرمى لما يحط ايده على الكوره والكوره تبقى ثابته تحت ايده على الارض، دي سيطره كامله من حارس المرمى على الكوره، وبالتالي تدخل الكهرباء في اللقطه دي تدخل غير صحيح. الخطا موجود من كهرباء والغاء الهدف الغاء صحيح وقرار صحيح من حكم المباراه ومراجعه صحيحه من حكم الفار، وبالتالي كان الحكم محق في قراره ان تدخل كهرباء كان تدخل غير صحيح. في الدقيقه 14 كان في مطالبه من لاعبي اتحاد العاصمه بركله الجزاء، عبد المنعم حط جسمه مع مهاجم اتحاد العاصمه بصوره صحيحه، مفيش خطا من محمد عبد المنعم وبالتالي استمرار اللعبه كان قرار صحيح ومفيش ركله جزاء لاتحاد العاصمه في اللقطه دي. خطا بقى اللي بنتكلم عليه في الدقيقه 25 لكهرباء. كهرباء يعني ساعتها يعني اعترض اعتراض كبير، خد فيه انذار. اللعبه كانت واضحه وصريحه، كنت اتمنى حكام الفار يجيبوا الحكم في اللقطه دي يخرجوه يشوف اللقطه. اللقطه كملت بعد كده لرضا سليم، ما فيش تحت فرصه في ركله جزاء، كانت في ركله جزاء صحيحه لكهرباء لم يتم احتسابها في الدقيقه 25، كانت الكره واضحه، اللقطه جت من كذا اتجاه والخطا كان موجود من مدافع اتحاد العاصمه، وبالتالي استمرار اللعبه كان قرار خطا من حكم المباراه، وكان واجب على حكام الفار زي ما تدخلوا في اللقطه التحكيميه بتاعه اتحاد العاصمه كان يتدخلوا في اللقطه دي. بص يا كابتن جهاد، انا مش خبير تحكيم ولا كنت حكم، انا كل اللي انت قلته انا متفق عليه بما فيهم الكره اللي انت قلتها. انا بقى مش مجنني في الماتش كله كاخطاء تحكيميه، وانا قلت مش هعلق لما انت تخش غير الكره اللي انت قلت عليها ضربه جزاء دي. كهربا يعني اللاعب اتحاد العاصمه داخل بركبته في جسم، يعني بص ضربه جزاء 100% وانت سايب اتاحت فرصه. ده احنا اللي يعني مش احنا اللي مش حكام عارفين ما فيش اتاحت فرصه في ضربه الجزاء، ازاي ساب اتاحت فرصه وازاي الفار ما رجعوش؟ ازاي؟ لا هي انت عارف دلوقتي كريم كمان بتعليمات كمان، لو في ركله حره خارج بطاطس الجزاء وفي تحت فرصه مش واضحه ارجع للركله الحره، لان الركله الحره تبقى مؤثره، ما بالك بقى ركله جزاء اللي مفيش فيها اس اصلا تحت فرصه، وبالتالي بنتكلم على ركله جزاء حتى لو اتحت الفرصه، ادي ثلاث ثواني ما جاتش الكوره جون ارجع لركله جزاء، ركله جزاء واضحه وصريحه والحكم ما هيتسالش في الملعب وما رجعش ليها. كان لازم حكم الفي ار يتدخل فيها، لان طبعا بنتكلم على خطا تحكيمي مؤثر على نتيجه المباراه. لا، وكان في الدقيقه 25 والنتيجه كانت 0-0 لسه. النتيجه 0-0 ساعتها كانت فرقت جدا في سير المباراه طبعا، والدنيا كانت هتختلف تماما. كان في برضه في الدقيقه 30 مطالبه لعيبه اتحاد العاصمه بركله الجزاء، الكره لما جت في ايد محمد هاني، الكره جت في ايد محمد هاني، جت فوضت في رجله وجت في ايده. لو ايده مش موجوده فوضى طبيعي ومكبره الجسم هنحتسب ركله جزاء حتى لو جت الكره من رجله لايده، لكن ايد موجوده فوضى طبيعي جدا مش مكبره الجسم، وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح من حكم المباراه وكانت دي مراجعه صحيحه من حكم الفي ار. كان في ضربه الجزاء اللي قلنا عليها بتاعه اتحاد العاصمه، الحكم ما احتسبش في الملعب، مروان عطيه ما وصلش للكوره، المعيار بالنسبه لنا الكوره، لاعب اتحاد العاصمه لعب الكوره ومروان عطيه راح مباشره لرجل اهمال اللي في رجل اتحاد العاصمه، لاعب اتحاد العاصمه، واستدعاء حكم الفي ار استدعاء صحيح، كنت اتمنى زي ما استدعى في اللعبه دي كان استدعاء في لعبه النادي الاهلي، وبالتالي ركله جزاء صحيحه تم احتسابها لاتحاد العاصمه. كان في دقيقه 70 انذار مستحق على لاعب اتحاد العاصمه ماسك كهرباء، في هجمه واعده كانت هجمه واعده صريحه. في الدقيقه 94 كان في ركله حره مباشره على صلاح محسن اللي اعترض عليها وخد فيها انذار، كانت ركله حره صحيحه في يعني تهور من صلاح محسن
والتلامس اللي حصل اتحول من ركله حره غير مباشره لركله مباشره. طيب في انذار مستحق على عبد الحفيظ العاصمي في الدقيقه 96 في الاخر، وبنتكلم الانذارات كانت الى حد ما مستحقه، لكن بتتكلم على خطا تحكيمي يا كريم النهارده مؤثر على نتيجه المباراه. في نقطه بقى يا كابتن جهاد كمان، الحكم احتسب 10 دقائق وقت بدل ضائع، ولما احتسب 10 دقائق قلنا كويس حكم فير، ف 10 دقائق مقبولين، ما اعرفش انا مش حاسب بقى بالثانيه كام دقيقه وقت ضايع، بس في ال 10 دقائق لعيبه اتحاد العاصمه ضيعوا مثلا بتاع دقيقتين ثلاثه كمان، ما زودهمش. ما زودهمش، وانا بقول لك برضه دي الخبرات. دي الخبرات اللي بتكلم عليها يا كريم، ده الراجل اول مره يلعب في الاجواء دي، اول مره ياخد ماتش نهائي في اجواء تحكيم، في اجواء جماهيريه بالمنظر ده. بتتكلم على بطل دوري ابطال افريقيا مع بطل الكونفدراليه، الفريقين عرب كمان، ديربي عربي. كان لازم هو في الوقت بدل الضايع لما حسب 10 دقائق وقت بدل الضايع، وكان احتساب صحيح جدا، تقدير صحيح، لكن فيهم ضاع وقت. وطبعا لعيبه الجزائر يعني تفننت في ضغط الوقت، في الوقت في ال 10 دقائق دولت كان لازم يضيف على ال 10 دقائق وقت بدل ضايع كمان، لضعف الوقت بدل الضايع. هو ما عملش ده لان فعلا الخبرات يقول لك بتفرق كتير جدا مع الحكم في المواقف دي. في نقطه بقى كابتن جهاد، دي اللي اتكلمت عنها في الاول، قلت مش هتكلم عن حالات الا لما كابتن جهاد يخش، بس النقطه اللي انا وقفت عندها الحكم اجريسيف جدا يا كابتن جهاد، من الدقيقه الاولى بيزعق جدا، بيتخانق مع كل لاعب، بيتخانق مع الجميع، هو عايز يفرض شخصيته بس موتر الدنيا، موترها بدون داعي من اول دقيقه. بص هو هيتقال له ده يا كريم على فكره في الاتحاد الافريقي، هيتقال له ده لما يتقابل في معسكر، هيقول له خلي بالك مش شخصيه الحكم مش بالصوت العالي ولا بالشخط ولا بالنطر اللي انت عملته في الملعب ده، مش دي اللي بتعمل شخصيه الحكم، شخصيه الحكم بقراراته بتحركاته، ممكن ما تتكلمش خالص وشخصيتك واضحه مع اللعيبه. لكن دي اكيد نقطه سلبيه وهيكلموا فيها كتير في الاتحاد الافريقي عليها، لكن طبعا الاجريسيف ده جاي من ان هو تحت ضغط وخبراته قليله وعايز يقول للعيبه انا موجود وحكم كبير وبحكم ماتش بالنسبه لي عادي، لا الماتش بالنسبه له مش عادي، الماتش اكبر من 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 قيمه حكم لسه خبراته قليله، وبالتالي هو كان عايز يعوض ده باللي انت شفته في الملعب، لكن هو مع الوقت ومع الخبرات اللي هياخدها هتلاقي الكلام ده هيتغير. طيب. هتلاقي في نصايح تجي له من الاتحاد الافريقي ومن لجنه حكام الاتحاد الافريقي يغير الاسلوب ويغير الطريقه، عشان الحاجات الصغيره دي هتفرق جدا في شخصيه حكم يوصل لبطولات اكبر من كده. كابتن جهاد لو انت راجل موجود في الاتحاد الافريقي في لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، تحط حكم ما عندوش خبرات كبيرة في نهاية بطولة أو بطولة من مباراة واحدة تجربه فيها، ولا تحطه في مباريات مثلا ممكن يعني لو أنت عايز تكرمه أو تحطه في سيمي فاينال دوري أبطال أفريقيا في دور 8 مثلا، لكن تحطه في بطولة من مباراة واحدة؟ هقول لك اللي حصل كده برضه عشان أبقى واضح معاك برضه من متابعتي للاتحاد الأفريقي واللي بيحصل في الاتحاد الأفريقي. أنت عندك النهارده ثلاث تطم تحكيمية رايحين كاس العالم تحت 19 سنه عشان هيترشحوا لكاس العالم 2026. الثلاثه هم واحد فيهم معتز الشلماني لعب نهائي دوري ابطال افريقيا، الثاني دحام بيدا لعب نهائي الكونفدراليه، الثالث بتاع النهارده لعب السوبر. فهم كانوا عايزين يحطوا الحكام الثلاثه اللي رايحين كاس العالم ناشئين تحت 19 سنه في نهائيات كبيره عشان تدوا له الثقه قبل البطوله الكبيره اللي في شهر 11 عشان الترشح بعد كده لكاس العالم 2026. لكن انا بكلمك على العموم، لو حاب ماتش زي ده وليا رايي اختيار حكم، لازم طبعا اختار حكم خبرات عشان اخرج من المباراه بدون النهارده خطا تحكيم مؤثر موجود في المباراه، فحكم كبير في ماتش زي ده هينجح للمباراه، ومش هنخرج حد يتكلم على التحكيم بعد المباراه ده، وده مهم جدا في ماتش في بدايه موسم زي السوبر الافريقي النهارده. عظيم جدا. طب عايز اخدك في زاويه بعيده شويه واستغل فرصه ان انت معايا، لماذا الكابتن جهاد جريشه مش موجود في لجنه الحكام الجديده المشكله منذ ايام قليله؟ لا الجديده ما كانش فيه، انا يمكن فيتور بيريرا كلمني عشان اجي في المعسكر المحاضرين والمراقبين، فانا رفضت بمنتهى الاحترام وقلت له انا لو هطلع معسكر هطلع معسكر تبع الاتحاد الافريقي الاتحاد الدولي، لان هو كان بيكلمني انت كان لك حق في معسكر الفطور اللي ما خدتوش اللي كنت كانت فيه قبل كده، واحتاج يعني زعلت وكلمت ان كان من حق المعسكر انك في الاتحاد الدولي كان مكلمين نطلع المعسكر، فهو كان بيكلمني يعني كان هو من انواع المرضاه ان انت تيجي لمعسكر محلي للمقيمين والمحاضرين في الاتحاد المصري. فانا رفضت منتهى الشياكه للراجل وقلت له انا بالنسبه لي مستعد اطلع معسكرات تبع الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي عشان اقدر اساعد في التحكيم المصري الموجود. مش عارف انا، لكن ما اتكلمناش على اللجنه المصريه خالص، يعني ما فيش اي كلام من جهته او من جهتي على اللجنه المصريه خالص. اتفضل يا كريم معاك. كابتن الكبير كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات المهمه. طيب